عندنا سؤال تاني بيقول، يعني احنا دايما بنقول ان الدهون الذاتية بعد ما بتتحقن 40% من الدهون دي في اول 3 شهور الجسم بيمتصها، ال60% المتبقية بتقعد من سنة لخمس سنين. الموضوع ده راجع حسب ايه؟ حسب كل جسم، المناعة، الالتئام، تعرف الجسم على ان هو ده دي دهون محقونة فيه، فهل هو هيرفضها ولا هيمتصها ولا هيحافظ عليها ويخليها يقبلها في المكان ده ولا لا. هي من نفس الجسم، ولكن وارد ان ممكن الجسم يعمل نوع من انواع الرفض لوجود الدهون المحقونة دي فيمتصها. الموضوع مختلف الحقيقة من حالة للتانية. كمان الدهون المحقونة دي ممكن تتأثر بان احنا زدنا في الوزن او خسينا، وبالتالي دي عوامل تانية ممكن تأثر على بقاء الدهون. عندنا سؤال تاني بيقول، من وجهة نظرك ايه افضل، دهون ولا سيليكون؟ برضو هو ده يمكن انا جاوبت عليه من شوية، ولكن هقول برضو ان مفيش حاجة اسمها الدهون افضل او السيليكون افضل. الحقيقة هما الاتنين كويسين جدا، ولكن كل حالة بتبقى ليها حاجة مناسبة، بل بالعكس يمكن دلوقتي في بعض الحالات بنستخدم الاتنين مع بعض، ممكن نعمل السيليكون ونعمل حقن دهون في نفس الحالة. ففي حالات ممكن نعمل فيها دهون بس، في حالات ممكن نعمل فيها سيليكون بس، وفي حالات ممكن نعمل فيها الاتنين مع بعض. مش مين احسن، هو مين احسن للحالة دي، لكن عموما مفيش طبعا طريقة احسن من التانية. برضو فيه بيقول اي الطريقتين تستخدم للحالات اللي فقدت الثدي. طبعا الفقد الثدي يعني استئصال الاورام، بعد استئصال الاورام لا قدر الله بيبقى عندنا مشكلة ان الثدي طبعا فقد الشكل الطبيعي الانثوي بتاعه، وده الحقيقة بيبقى مشكلة نفسية عند اي سيدة وعند اي طبعا واحدة بتبقى بعد العملية دي نفسها الشكل حتى يرجع طبيعي او قرب الطبيعي. احنا الحقيقة احنا عندنا طرق كتيرة جدا لبناء الثدي ممكن نستخدمه من نفس انسجة الجسم، سواء من منطقة البطن او منطقة الظهر. ممكن نستخدم ممدد للانسجة اللي هي البالونة اللي احنا بنزرعها تحت الجلد عشان تمدد الجلد، بحيث ان بعد كده نقرر هل هنحقن دهون او هل هنحط السيليكون، وده يمكن بيؤكد ان السيليكون امن بدليل ان احنا بنستخدمه بعد الاورام، يعني بعد ما استأصلنا الثدي. فاستخدامنا تاني للسيليكون في بناء الثدي يبقى ده بيؤكد ان قد ايه هو امن. لو كان في اي صلة بيه كنا استبعدناه حتى في طريقة بناء الثدي. فزي ما بقول ان هو في طرق مختلفة لبناء الثدي، مفيش برضو طريقة هي الافضل، هي حسب كل حالة. هل الحالة عندها انسجة ممكن نستخدم منها نعيد بناء الثدي، ولا لازم نستخدم حاجة خارجية زي السيليكون وقبلها طبعا ممدد الانسجة. فكل حالة ليها تقييم، وكل حالة زي ما اقول ليها اختيار لطريقة المناسبة ليه. في سؤال تاني بيقول، ايه الحل في حالات الثدي المتراهل ذو الحجم الصغير؟ معنى السؤال طبعا ان هو ان في بعض السيدات عندها بيحصل ضمور في الثدي، يعني بعد الولادة وبعد الرضاعة تفاجأ ان الثدي بتاعها بعد ما كان ممتلئ عشان اللبن فضي خالص، لكن بقى مترهل، فالحجم بقى فاضي، بقى صغير ولكن مترهل. هنا الحقيقة في الغالب احنا بنلجأ لعملية التكبير بالسيليكون مع شد ترهلات الثدي، يعني احنا ممكن نزرع السيليكون كتكبير وكمان نعمل شد للترهلات الثدي من خلال طبعا عملية جراحية تجميلية. بنهتم ان احنا بنعيد وضع النيبل لوضعها الطبيعي، وده بيبقى من خلال جرح دائري حوالين النيبل، وكل جروحنا بعد كده بتكون من اسفل الثدي، يعني من تحت النيبل، ما بيكونش فيه اي جروح خارجية من فوق. طبعا طبيعي ان تكون الجروح تجميلية، الجروح اللي بنقدر نتعامل مع بعد العملية بالليزر او بالكريمات التجميل عشان نخفي الاثر بتاع العملية بقدر الامكان على قد ما نقدر.